بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تجربة للزراعة طبعا. هذه الغرسة من غرسات البذور، يعني لها بذور تبذر في الأرض ثم تكبر. الآن قطفنا الغرسة دي بجذورها تجربة، نشوف هل تطلع أو تفرع. فالجذور ملاحظين جوة الماء، بتأخذ الموية بتطلعها عن طريق الساق هذا، لكن اكتفينا بقدر الهواء اللي موجود في نص القارورة. يعني في الأكسجين من الهواء والأكسجين في الماء. طبعا نشوف كم يوم تعيش بعدين تبدأ تذبح عشان نقدر كمية الأكسجين الموجودة في ربع لتر موية تمن موية وتمن هواء. عشان نشوف هل هي تحتاج غذاء من التربة ولا ما يحتاج، يعني ايش ضرورة التربة لها، يعني هل النباتات تحتاج اكثر من الاكسجين؟ شوف لو قدرنا نسميها عشان نقدر نزرع النباتات اللي هي جوا البيت. هل تحتاج النباتات مثلا طاقة الشمس؟ هذه نبتة ما تطلع إلا خارج البيت مش جوا البيت. هذه تجربة بسيطة عشان ناخذ الملاحظات.